مرحبا بكم في سلسلة تعلم برمجة الأندرويد، معكم أسامة. في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نقوم بحفظ ملفات داخلية أو internal storage. سوف نقوم بإنشاء برنامج تطبيق بسيط. في هذا التطبيق نقوم بإدخال الاسم مثلا أسامة، ثم نضغط على أيقونة سيف فيعطينا إشارة أن الملف تم حفظه، ثم نقرأ الملف فيعرض الملف الذي قمنا بكتابته في التكست فيو كما نشاهد. سوف نقوم بإنشاء هذا التطبيق وهذا سهل وبسيط. نبدأ ب Start Android. ننتظر. أوكي، الآن Internal، نسمي الملف، أنا سوف أسميه Internal storage، طبعا انت حر في تسمية الملف. next. next. finish. طبعا MBT activity. الان البرنامج قد فتح، نقوم الان بتصميم الواجهة كما نشاهد هنا. نريد edit text و 2 button و 1 text view. سوف نقوم بتصميم الواجهة في البداية. دعنا نتخلص من default value linear layout، نضعها أيضا orientation vertical v اوكي. الان نريد ان نقوم بتخزين، نشيل الحاله ديفولت تكست فيو، نحذفها. اوكي، هذا هو البرنامج امامنا، ولكن هناك خطا بسيط. بير تي كال. اوكي، الان امامنا الواجهه. اديت تكست، انتر نيم، سيف، read text view، وهنا ال ID لكل واحدة فيهم. button الأولى save ID، والbutton الثانية read ID. ولعرض الملف البيانات أو النص الذي قمنا بنصبه سوف نقوم بحفظه، نستخدم show ID. edit text، edit ID، هذه أول خطوة تقوم ب. الآن الخطوة الثانية، هي الآن لدينا text view في البداية edit text، لدينا text view، text view، أيضا لدينا two button، save button، والأخرى read button. نقوم بالتأشير على ال ID. نبدأ بال edit text equal find view by ID r ID edit ID. الآن أنهينا التأشير على الـ ID. هنا لدينا edit text، text view، save button and read button. لدينا في البداية إذا أردنا أن نضغط على save button، set on click listener new on click listener view. ولدينا حالة أخرى وهي عندما نريد أن نقوم بالقراءة، عندما يضغط على زر القراءة نقوم ب new on click listener. نفس الشيء بالنسبة للread كما هي save. اوكي، now الآن لحفظ الملف نقوم ب في البداية في تسمية الملف. دعنا نعطي اسم معين لملف، نفترض string file name equal file name.
حسنا، الآن بعد أن قمنا بتحديد اسم للملف، نبدأ بكتابة برنامج للقراءة. في البداية output stream output equal open for read open file output. ما هو اسم الملف؟ كما سميناه file name، والحالة mode private. اوكي، طبعا لازم نضعها بين try catch. طبعا alt enter surround with a and then بعد ذلك نكمل output stream مرة أخرى. أريد أن أكتب ما الذي نريد أن نقوم بكتابته. النص الموجود في داخل edit text. إذن لدينا هنا نريد أن نقوم بتسمية string message equal edit text get text to string. إذن أنا أريد أن أقوم بقراءة هذه المسج الآن. output stream write message. أريد أن أقوم بكتابة هذه المسج. أريد أن أقوم بكتابتها وين؟ أقوم بكتابتها في الملف file name. إذن هذه المسج من هنا. طبعا هنا final okay cut لأنها class داخلي، يجب أن أقوم بتعريف الـ variable final. Anyway نستطيع أن نضعها هنا في المقدمة في الأعلى. الآن message get bytes. عفوا قمت بنسخ message هنا message. اوكي الآن قمت بكتابة الملف من الـ edit على الملف file name. بعد ذلك قم بإغلاق الـ output close. أيضا نريد أن نخرج رسالة toast make text get application context file saved. اوكي is saved. اوكي الآن toast length long show. اوكي الآن انتهينا من كتابة الملف. الآن لدينا ملف مكتوب فيه البيانات او الاسم او المسج الرسالة التي قمنا بادخالها في الفايل نيم. الآن نريد ان نقوم بقراءة هذه الرسالة عندما يقوم بالضغط على زر قراءة من هنا. نبدأ بالقراءة input stream تساوي open file input. طبعا نحن نريد أن نقوم بقراءة الملف file name. لكن قبل أن نقوم بقراءة الملف نريد أن ننتبه لنقطة. عندما يقوم بقراءة الملف يقوم بقراءة stream هنا. أوكي هنا input stream sorry هنا surrounded. أوكي الآن مثلا ما نقوم به هو الآن القراءة من البفر buffer reader. سوف نقوم بقراءتها سطرا سطرا، ولكن إذا أردنا نستخدم buffer reader new buffer reader نريد أن نقوم بتحويل الستريم إلى reader new input stream reader input stream. أتمنى أن تكون قد فهمنا هذه النقطة. هنا قمنا بقراءة الستريم كستريم، قراءتها كستريم ثم تحويلها إلى buffer reader، وداخل buffer reader قمنا تحويل input stream reader لكي تقوم بقراءتها سطرا سطر وليس كستريم. أوكي الآن نريد أن نقرأها سطر سطر.
string line while line equal بينما line تساوي buffer reader read سطر سطر بينما لا تساوي null إذا ما انتهاش لنهاية السطر ما وصلناش لنهاية السطر ماذا نريد أن نقوم؟ أوكي هنا نريد سوري هنا catch أوكي هنا أيضا يساوي null بينما لا تساوي null إذا نقرأها سطر سطر أوكي ونستخدم هنا أيضا string buffer من أجل القراءة أفضل من استخدام string buffer buffer ثم نقوم بقراءتها سطر سطر string buffer append line أيضا نضعها في سطر جديد اوكي الآن بعد أن نقوم بالصناعة نريد أن ندخل هذه البيانات في داخل التكست فيو اوكي ماذا سميناها هنا التكست فيو على ما أعتقد تكست فيو هو تكست فيو اوكي تكست فيو set text ما هو موجود في string buffer حولي الستينج وبذلك نكون قد قرأنا الملف سطر سطر إذا هنا اسم الملف في داخل open file on bot بعد ذلك buffer reader new buffer reader في داخل buffer reader هناك input new input stream reader لكم يقرأ من stream إلى buffer reader إلى reader من stream إلى reader ثم بعد ذلك قمنا بقراءتها في داخل string buffer بعد ذلك من string buffer قمنا بتخزينها في داخل text view الآن أعتقد أن البرنامج جاهز للتأكد كل شيء تمام أوكي سوف نقوم بتنفيذ البرنامج ونرى النتيجة أوكي الآن أمامنا الملف مفتوح سوف نقوم بتجريب البرنامج كمثال أسامة مثلا أسامة الآن لو ضغطت ب save file is saved أقوم بقراءة الملف نعم هنا أسامة نكتب أكثر من سطر أسامة المدعو أو أسامة محمود save ريد أسامة محمود أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا البرنامج وشكرا جزيلا للمتابعة